ولكن نشوفوا غير مع انطلاقة المقابلة باللي نوايا تاع مولودي تعلمنا هي نوايا هجومية خصوصا في الناحية التكتيكية تاعهم. وهذا ما يحدث بالفعل خطيرة خطيرة وتسلل بالفعل. حكم التماس المساعد السيد صلوانجي يقر بشارته بأنه اللاعب بوعافيا كان في وضعية تسلل. والله يعني خاصة انه نعاود نذكروا سيد عباس معذرة انه لعب مقرني توزيع ولكن مباشرة خارج ارضية الميدان. قلت خاصة انه الحارس مقرني دخل في حرب كلامية مع مدربه. خطيرة تبقى الكرة علمية محاولة الفتح والتوغل جميلة جدا. حكم اللقاء يطلب توصل اللعب توزيع الى منطقة العمليات خارج. بردا وسلاما عليك يا علاوي فتح الدين. الكرة جميلة شوف توزيع جميلة جدا الرأسيتين والرأسية البرايجي كانت هي الأقوى هي الفيصلية الأهم. ماذا يقول حكم اللقاء بصفيرته للتو يعلن عن نهاية المرحلة الأولى. محور الدفاع إلى غاية الآن العلامة الكاملة لمولودية العلمة مداني وزغيدي عمل جبار. كرة برايجية خارج الإطار ولاعب ملقى على الأرض. هكذا يقولها لاعبي العلمو خارج الإطار. هكذا كان يقول لاعبي العلمة عيد مساعد السيد سعد الله تنفيذه. النرفزة واضحة. حكم اللقاء بصافرته يعلن للتو على انتهاء هذا اللقاء المجنون هذا اللقاء الممل في أغلب فتراته. شوف نظرنا على الأعداد تاع اللاعبين ونظرنا على الفريق نتاعنا أنا دون كل شهر النقطة ترضيني 100% وخاصة هو ديربي وخارج الديار. أنا الحق بكل صراحة